اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعها الدوري بعد ظهر اليوم برئاسة البروفيسور صديق تاور الرئيس المناوب للجنة. واستمعت اللجنة خلال هذا الاجتماع إلى عدد من التقارير. في بدايتها قدمت الدكتورة سارة وكيل وزارة الصحة تقريرا عن الأوضاع الصحية في البلاد وتطورات حالات مرض الكورونا. سجلت وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية 26 حالة جديدة من بينها حالتي وفاة، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة حتى الآن إلى 92 حالة من بينها 72 حالة نشطة، 8 حالات شفاء كامل من المرض و12 حالة وفاة. تقرير وزارة الصحة إشارة إلى أنه ستكون هناك تزايد في الحالات التي سيعلن عنها مع زيادة وزارة الصحة لحالات الفحص المنتظم بعد زيادة المعينات التي تسمح بزيادة عدد الأشخاص الذين يخضعون للفحص، وبالتالي ستشهد الفترة القادمة تزايد في أعداد المرضى الذين سيتم الكشف عن حالاتهم. أيضا ذلك يتطلب من المواطنين أن يتبعوا الإرشادات التي يعني تقدمها لهم وزارة الصحة فيما يتعلق ب التبليغ عن حالات المرض أو التبليغ عن الأشخاص الذين تظهر لديهم إشارات أو أعراض المرض. المقلق في هذا التقرير الذي تم تقديمه هو ازدياد الإصابات بين أفراد الأطقم الطبية والطواقم الطبية التي تعمل في مكافحة هذا المرض، وهذا سببه الأساسي هو أولاً سوى إخفاء المواطنين الذين يحضرون إلى المستشفيات للمعلومات المتعلقة بذلك عن الكوادر الطبية، الأمر الذي لا يعني يجبرها على اتباع الإجراءات المتشددة في التعامل مع المريض عند وصوله إلى المستشفى. والشيء الثاني أن الأشخاص يعني يخفون أيضا يتغيبون عن المستشفيات، لا يحضرون إلى المستشفيات إلا بعد أن تتأخر حالاتهم إلى مستوى بعيد في المرض. والشيء الثالث وهو يتعلق بالمعينات التي تستخدمها الكوادر الطبية، هناك نقص كبير في الألبسة الواقية، وهناك الآن جهود كبيرة تبذل من أجل أن تتوفر هذه الألبسة الواقية لزيادة حماية الكوادر الطبية. هذه يعني فرصة بالنسبة لنا في اللجنة العليا للطوارئ لنشيد بالدور الكبير الذي تلعبه الكوادر الطبية والتضحيات الكبيرة التي تقدمها، وبالتالي نطلب من المواطنين التعاون معهم من أجل يعني أن يدوا مهمتهم بأقل الخسائر وبأقل الأضرار، وأن لا يتعرضهم لمخاطر، لأنه في حالة إصابتهم هم يعني وتعرضهم للمخاطر هذا يعني أن المجتمع كله سيتعرض إلى هذه المخاطر. استمعت أيضا اللجنة لتقارير أخرى تتعلق بتطبيق حظر التجول الكامل في الخرطوم، ولاحظت اللجنة في هذه التقارير أن هناك إشكالات كبيرة تتعلق بتطبيق الحظر في الفترة الصباحية في فترة السماح ما بين الساعة 6 والـ1، وربطت هذه الاختراقات أو هذه الخروقات للحظر بالنقص الكبير في بعض السلع مثل الغاز ومثل الخبز، وده بيدفع الناس للتحرك خارج إطار الأحياء بتاعتهم وللبقاء لفترات أطول خارج منازلهم، وأيضا للوقوف في الصفوف وهي أيضا مصدر كبير للخطر لفترات طويلة. لذلك يعني من المهم أن نذكر المواطنين، صحيح أن الخبز مهم، صحيح أن الغاز مهم، ولكن الصحة أهم. اتباع الإجراءات الصحية حتى عند الوقوف في الصفوف شيء مهم. وأيضا نبشر المواطنين كما أعلن السيد وزير شؤون الرئاسة السفير عمر منيس قبل قليل أن هناك انفراجة كبيرة ستحدث في الأيام القادمة فيما يتعلق بإمدادات الدقيق للمخابز والخبز، فيما يتعلق بإمدادات الغاز، وفيما يتعلق أيضا بإمدادات الوقود. بالنسبة للوقود نريد أن ننبه أيضا المواطنين إلى أن الوقود والمحطات التي تعمل هي تعمل لتموين وتوفير الوقود للأشخاص المستخدمين
المصرح لهم بالعمل خلال فترة الطوارئ والتحرك وليس لسيارات المواطنين، وبالتالي لا يجب أن تكون هناك صفوف للمواطنين أمام محطات الوقود لأنه ليست هناك حوجة للوقود في هذه المرحلة، هم لا يتحركون في هذه المرحلة، يجب ترك هذا الوقود للكوادر الطبية، لكوادر الخدمات في المؤسسات الخدمية مثل الماء، مثل الكهرباء، مثل الشرطة حتى تجد احتياجاتها من الوقود لتكون قادرة على أداء مهماتها. أيضا يمكن المواطنين لاحظوا في الأيام الأخيرة تحسن أيضا في الإمداد الكهربائي، صحيح أن هناك بعض القطاعات الصغيرة التي ما زالت تحدث هنا وهناك بسبب أعطال، ولكن هناك الآن توفرت كميات كبيرة من الفيرس لمحطات الإمداد الكهربائي، وبالتالي نتوقع أنه خلال الفترة القادمة وحتى نهاية رمضان أن يكون هناك إمداد منتظم بقدر الإمكان. أيضا نقول للناس الذين يتحججون بأن حوجتهم للوقود متصلة بحالات الطوارئ التي قد يتعرضون لها لأن لديهم مرضى أو نساء حمل أو أطفال لديهم أمراض مزمنة مثل هذه الأشياء، نقول لهم في مثل هذه الحالات لا تلجأوا إلى سياراتكم الخاصة، اتصلوا بأرقام الطوارئ الخاصة بإسعاف وزارة الصحة وبالمستشفيات الأخرى وهم كفيلون بالوصول إليكم في أي مكان ونقلكم عند الضرورة وفي أسرع وقت، وهناك الآن إمكانيات كبيرة موضوعة الآن تحت تصرف الإسعاف حتى يؤدي هذه المهمة. أيضا أخذت اللجنة علما بتوسع كبير في منح تصاريح وأذونات التحرك ما بعد حظر التجول وبدون مبرر، وقد طلبت اللجنة من لجنة العمليات التابعة لها، لجنة الطوارئ، طلبت من لجنة العمليات التابعة لجنة الطوارئ مراجعة كل هذه التصاريح لتقتصر التصاريح فقط على الأشخاص الذين يحتاجون إليها وفي مقدمتهم الكوادر الطبية والكوادر العاملة في الخدمات. أيضا تلاحظ أن هناك تحرك لبعض وسائل المواصلات في الأيام في اليومين الماضيين، وقد اتخذت الشرطة ابتداء من اليوم إجراءات واسعة لمنع مثل هذه التحركات. أخيرا قبل أن نختتم هذا التنوير نود أن نذكر المواطنين بأن هذا الحظر هو حظر صحي وليس حظر أمني، وبالتالي هو لمصلحة المواطن قبل كل شيء، لابد للمواطنين أن يلتزموا بمنازلهم، أن يظلوا في منازلهم، ونحن يعني الدولة تبذل كل فيما وسعها لتوفير المعينات التي تساعدهم على البقاء في منازلهم، وقد بدأت فعلا وزارة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم وفي الولاية الاتحادية في وزارة التنمية الاتحادية في توزيع المعينات الغذائية والدعم المالي للأسر الفقيرة وللأسر العفيفة حتى لا يحتاجوا إلى العمل بشكل يومي. شكرا جزيلا، ونتمنى للجميع الصحة والعافية وأن نبقى جميعا في منازلنا حتى نجتاز هذه المحنة.